المغتصبات الحوامل قضية مسكوت عنها في السودان مع استمرار الحرب المستعرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. تتفاقم المأساة بتزايد الانتهاكات الجنسية، والنساء هن الحلقة الأضعف في هذا النزاع، خاصة أن الاغتصاب الممنهج من قبل المقاتلين وصفته تقارير دولية بأنه سمة مميزة للحرب ووسيلة للترهيب والانتقام. وقد سجلت مئات حالات الاغتصاب مع تقديرات بتضاعفها مع امتداد القتال إلى مناطق جديدة. من 15 أبريل 23 إلى 30 أبريل 24 تم التوثيق للحالات الاعتداءات التمت، كانت 377 حالة حالة اغتصاب يعني وتعنيف وكذا. بين هذه الحالات عندنا 131 طفل، وعندنا 75 من النساء والأطفال ديل فيهم إناث وفيهم ذكور، وعندنا 7 حالات تم توثيقها لرجال. الأرقام دي منخفضة جدا بسبب صعوبة الوصول إلى الخدمات وطلب المساعدة، بالإضافة لأنه في حالات أصلاً ما بتبلغ عن الانتهاكات اللي حصلت لها والاغتصابات اللي حصلت، وفي مشكلة إنه مرات بتكون ما في نت أصلاً عشان الناس تعرف توثق الحاجة دي ولا تقعد تسجلها، وفي مناطق صعب أصلاً إنك أنت توصلها لو حتى الناس في الميدان. يعني إحنا عندنا توثيقات لبعض الحالات دي فعلاً، يعني إحنا عندنا من 377 حالة بتاعت اغتصاب عندنا 14 حالة وضعت حملها، 14 طفلة وضعت طفل، 14 طفلة وضعت يعني طفل. كلهن يعني قاصرات، هم أطفال، الأمهات أطفال ووضعوا أطفال، دي حاجة موثقة. الأطفال اللي بتولدوا عندنا حالات إنجاب هنا في القاهرة، للأسف اضطرينا يعني من اضطراريا إنه يسجل الطفل باسم والد أمه، يعني الطفل فعليا قانونيا بيكون أخ لأمه.